الميد ان ماروك ولا صنيعه بالمغرب هي ماشي تيكيتا نعملوها على المنتوجات المغربيه، ولكن هي واحد التوجه جديد للصناعه المغربيه. شنو هي الفكره؟ الفكره هي المغرب يولي واحد القاعده صناعيه بامتياز في المنطقه وعلى الصعيد الدولي. وهاد اللي يمكننا ننتجو منتوجات متعدده، منتوجات متطوره، منتوجات اللي قابله للتصدير، منتوجات اللي مطلوبه على في السوق الداخلي. باش نحقوا هذا الهدف، باش يصبح المغرب واحد القاعده صناعيه بامتياز، خاص بالطبع يكون واحد البرنامج عمل اللي فيه عده نقاط. اولا خصنا نحددوا شنو هما الطموحات القطاعيه في القطاعات الواعده. ثانيا خصنا نخلقوا واحد فرق العمل خاصه ومشتركه بين القطاع العام والقطاع الخاص، تيكونوا فيها داخل جميع الفاعلين، والهدف ديالها هو ملي تكونوا عراقيل لتطوير واحد القطاع تيزولوا هذه العراقيل وتيشجعوا في الاستثمار، تيشجعوا الاستثمار في ذاك القطاع. ثالثا نقصوا من هامش المخاطره في نتاع الاستثمارات الانتاجيه. ماذا يعني هذا؟ هو ملي تيكون واحد المستثمر بغى يمشي لواحد القطاع جديد، بغى ينتج واحد المنتوجات متطوره، يعني بان الهامش المخاطره اكبر، فلا بد تكون واحد الاليه نتاع التمويل من طرف الدوله باش تساعدو ياخذ هاد المبادره هذه ويمشي لهاد اللي بغينا نطوروا الصناعه ديالنا وبغينا نوعوها. خصنا نقصوا من هامش هاد المخاطره، فاحنا قلنا خص يكون احداث واحد الاليه نتاع التمويل اللي تتشارك في راس المال نتاع هاد المقاوله، هو تعيطوا له تمويل نتاع راس مال المخاطر، ويمكن يكون بالطبع واحد الجزء من صندوق محمد السادس نتاع الاستثمار. رابعا السوق الداخلي هو سوق مهم ويمكن له واحد يعطي واحد دفعه النمو المغربي، غير خصنا نطوره. طبعا باش نوضح الهدف نتاعنا هو ننتجو منتوجات متنوعه متطوره ويمكن لها تصدر، وهادشي ما يمكنلوش يكون اللي ما كانتش واحد الجوده عاليه نتاع هاد المنتوجات. فبالطبع هاد السياسه هادي تخدم ايضا على تحسين نتاع الجوده باش يستافد منها اولا المستهلك المغربي، وباش الهدف هو يبدا يفكر في المنتوج المغربي قبل ما يفكر في الاستيراد. وهذا لا يعني بان هذه سياسه حمائيه، حيت الهدف هو المستهلك المغربي يجيب جميع المنتوجات بواحد الجوده عاليه بواحد الثمن مناسب باش يمكن له يستهلكها داخليا، وبالطبع تبقى المنافسه موجوده مع منتوجات اخرى. وفي اخر المطاف خصنا نقويو التنافسيه نتاع المقاولات المغربيه باش تواجه المنافسه الاجنبيه.